وهذا سائل يقول: ببلدي شجرة محفورة تأتي إليها النساء يزعمون أن المرأة العاقر ترزق الولد إذا دخلت في تلك الحفرة، فما حكم هذا العمل؟ هذا من أمور الجاهلية، وهذا من الاعتقاد الفاسد، وهذا شرك بالله عز وجل. إذا تعلق الإنسان بحفرة أو ببنية أو بشجرة أو بقبر وظن أنه يحصل له مقصوده حاجته من هذا الشيء من دون الله، هذا شرك. الواجب التوبة من هذا العمل، والواجب على ولاة أمور المسلمين أن يمنعوا من هذا الشيء وأن يزيلوا هذه الحفرة ويمنعوا الناس من هذا الشرك. نعم.